مستمرين معاك كابتن فاروق، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، هنا من استاد بيترو سبورت والمباراه الهامه والمرتقبه النادي الاهلي والداخليه في الجوله 27. اكيد في هذه اللحظات بيسعدنا طبعا ينضم لنا الكابتن محمد يسري المدرب العام لفريق نادي الداخليه، اللي اكيد عايزين ناخد رايه ونشوف النهارده ترتيباته بالنسبه للمباراه كانت ازاي اعدتوا المباراه الاهلي النهارده، وكمان عايزين نتكلم على ارضيه الملعب. لو حضرتك ليك اي تعليق، لان احنا شايفين على ما اعتقد هتساعد النهارده بشكل مميز تكون مباراه مميزه للنادي الاهلي ونادي الداخليه. والله واحنا طبعا الملعب احنا برضو اول مره نلعب عليه السنه دي، فبالنسبه لنا لينا طبعا يعني النادي الاهلي ممكن يكون احسن له هو. طبعا النادي الاهلي فريق كبير طبعا وحاجه يعني ما شاء الله السنه دي عامل موسم يعني فوق الوصف، ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمنا يا رب النهارده ونعمل اي نتيجه ايجابيه تبقى كبيره جدا، لان طبعا البنات كلها قربت، ان شاء الله نعمل مباراه كويسه النهارده باذن الله. يعني نتكلم على حضرتك وعلى الكابتن علاء والاستعداد المميز بالنسبه لهذه المباراه، ازاي بتقدروا تجددوا الدوافع عند اللعيبه؟ نتائج الفتره اللي فاتت والمباراه الاخيره كانت فيها شد وجذب كبير جدا، لكن النهارده كابتن علاء هيكون في المدرجات، النهارده حضرتك هيكون النهارده على الخط على قود المباراه، شايف هيبقى لها تاثير النهارده على اللاعبين ان هم يشوفوا كابتن علاء في المدرجات؟ طبعا يعني الكباتن في الاستوديو طبعا عارفين كلهم ماتش الاهلي لوحده من غير ما بتشحن انت، هم ما شاء الله لعيبه تبقى جاهزه ومحضره نفسها وعايز تعمل مباراه كويسه. طبعا يعني لعب عشان الحته ديت كويس جدا، اللعيبه عايز يعمل ماتش كويس، احنا طبعا اتغلبنا الماتش اللي فات وكده، ما كانش يوم معظم اللعيبه يومها وحش، فان شاء الله النهارده باذن الله عايزين يحسنوا الصوره تبقى كويسه باذن الله ونعمل مباراه كويسه تليق بالنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي فريق كبير وحاجه تفرح السنه دي. نقدر نقول اهم الغيابات او الاصابات او الايقافات عندكم، هل في لعيبه مفتقدينها النهارده ممكن يبقى ليها تاثير في المباراه من وجهه نظركم؟ والله اللعيبه اللي بتلعب معانا كويسين جدا، يعني اذا كان حد مصاب او حاجه بس مش يعني مش الفرق اللي هو الكبير، يعني الحمد لله عندنا البديل كويس، والكابتن علاء برضه عامل صف اول وصف ثاني، ان شاء الله باذن الله يكونوا النهارده عند حسن الظن باذن الله. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن محمد يسري المدرب العام لفريق نادي الداخليه، واكيد لديهم طموح كبير، مباراه النادي الاهلي زي ما بنقول وبناكد بتكون مباراه بطوله لكل الفرق اللي بتواجه النادي الاهلي، لكن عندنا ثقه النهارده اكيد في الجهاز الفني والكابتن حسام البدري للفوز بهذه المباراه، ويكون ثلاث نقاط هامين جدا في مشوار النادي الاهلي. اكيد هنكون مستمرين معاكم كل مشاهدينا، كابتن فاروق، كل نجوم الاستوديو التحليلي ولقاءات خاصه هنا من استاد بيترو سبورت. اشكرك كريم، واكيد كابتن محمد يسري مقدم.